تقطيع الساق. طلاب، بالنسبة إلى موضوع الأسلوب، موضوع الأسلوب ما موجود عندكم بالملزمة الأصلية، بس أنا ضفت يعني موجود عندكم فقط القانون وعنوان الموضوع، بس ما عليه أي أمثلة وتطبيقات. بالنسبة للأمثلة والتطبيقات اللي أعطيتك إياها، يعني خليها تكون للاطلاع، ما مطالبين، هو مو ما مطالبين به، وإنما يعني باقي الشعب ما أخذوا عليها أي تطبيقات، فاحتمال كلش كبير أنه ما نجيب عليها أي سؤال. فليش يكون جهد إضافي عليكم أنتو؟ يعني أنا بلغت شعبة ألف وشعبة مساء شعبة واو، باقي الشعب دكتور علاء ياخذهم ما نعطيهم موضوع، ف يعني قال الموضوع هذا مو مهم. ذكرتوا موضوع الأسلوب طلاب اللي بالمماسات، وجدنا المماسات وانطيتكم عليها مثاليا، يعني مجرد للاطلاع هذا الموضوع. بالنسبة للهوم وورك اللي انطيتكم اياه، يعني مطالبين بيه وعليه درجة، فالكل يسلمها لأن محسوب من ضمن درجة السعي. طلاب، نبدي بالمحاضرة. أول هو طبعا introduction على موضوع الفكتور. فأول شغلة عندك 3 dimensional coordinate system. نظام الإحداثيات بالأبعاد الثلاثة. طبعا نظام الإحداثيات بالأبعاد الثلاثة، تذكرون أنه بالبلين كان عندك الكارتيزيان كوردينيتس الـ X Y، وكان عندك البولار كوردينيتس. هاي بالنسبة إلى نظام الإحداثيات بالمستوي. بالثري دايمنشنز بالأبعاد الثلاثة أيضا عندك كارتيزيان، وعندك بدل البولار كوردينيتس عندك سلندريكال، وعندك يضاف إليه السفيريكال كوردينيتس سيستمز. فبالبداية راح ناخذ هذا الموضوع اللي هو الكارتيزيان كوردينيت سيستم، اللي هو نظام الإحداثيات الكلاسيكي اللي أنتم تعرفونه، اللي هو الـ X Y، وبالثري دايمنشنز راح ينضاف إليه Z. إحداثيات أي نقطة نعرفها ب X Y Z. اختيارك إلى مواقع ال X Y و Z يتبع قاعدة الكف اليمنى. تخلي الأصابع بهذا الشكل، أصابع الأربعة تشير إلى ال X axis. يعني أنت تختار أي محور، طبعا ممكن أن إذا اختاريت هذا المحور ودورت بهذا الاتجاه راح تكون هذا X، وراح تكون Y، وراح تكون هاي Z. بس إذا اختاريت أنت هذا الاتجاه، فهذا الاتجاه راح تعينه X. تدور أصابعك الأربعة عكس عقارب الساعة، راح يكون هذا هو ال Y، والإبهام راح يشير إلى ال Z axis. هذا الشكل يوضح المستويات الأساسية. المستوي الأول اللي كنا نتعامل وياه اللي هو عندك الـ XY plane، يطلق عليه XY plane لأنه يحتوي على الـ X axis والـ Y axis. هذا الـ plane الـ Z عندك شنو؟ يساوي صفر. الـ Z يساوي صفر. وإذا أريد أحكي عن الـ 3 dimensions، فهذا هو الـ X وهذا هو الـ Y، يعني قاعدة الكف اليمنى، فالإبهام راح يشير، راح يكون عمودي على الشاشة ويشير باتجاهنا. بس إحنا هسه هنا في موقع أنه نعرف المستويات الأساسية. عندك الـ XZ plane، فعندك الـ Y تساوي صفر،
وعندك ال y z plane ال x تساوي صفر. هاي هنا تعريف لمستويات. هنا عندك هذا المستوي ال x يساوي 2، هو عبارة عن مستوي يوازي يوازي شنو؟ يوازي لك ال y z plane ويبتعد عن مسافة 2. الملاحظة الأساسية المهمة في هذا الموضوع واللي راح تحتاجها في موضوع الفكتر هي أنه تقاطع أي مستويين 2 راح يشكل لك مستقيم. مكان تقاطع أي مستويين راح يشكل لك مستقيم، وهذا المستقيم جميع النقاط اللي تنتمي إلى هذا المستقيم تنتمي إلى المستويين. ومثل ما تعرفون أنتم تقاطع مستقيمين تحصل على نقطة واحدة. المستقيمين من يتقاطعون لهم نقطة تقاطع تنتمي إلى المستقيمين. هذا نجي إلى هاي الأمثلة. هنا قلنا هذا الزد أكبر أو تساوي صفر، هذا يمثل half space half space consisting of points. أهم شيء هو عندك on and above. الon وين؟ على المستوى ال x y plane. فإذا عندك ال z يساوي صفر هو يمثل لك ال x y plane، فجميع النقاط الواقع على هذا المستوى. وabove لأن قايل لك z أكبر أو تساوي صفر، فجميع القيم أو النقاط فوق هذا المستوى. ال x تساوي 3 مثل ما كان عندك ال x تساوي صفر، فهذا شي يشير ال x تساوي صفر يشير إلى ال y z plane. فهذا عبارة عن plane يوازي ال y z plane. فلاحظ the plane هو طبعا شنو؟ يكون عمودي على ال x axis. the plane perpendicular to the x axis at x تساوي minus 3. This plane lies parallel. لاحظ موازي إلى ال y z plane and 3 units and 3 units behind it. عندك اللي بعده هنا عندك هنا الزيت يساوي صفر. فإذا عندك الزيت يساوي صفر فهنا تجي إلى هذا هو ال y axis، وعندك هنا هو ال x axis. يعني الزيت تساوي صفر فأنت راح تشير إلى ال x y plane. هنا ال x هي جميع القيم اللي أقل من صفر في هذا المكان، راح تشير إلى هذا المكان. وعندك ال y أكبر أو تساوي صفر، فإذا جميع القيم إلى الأعلى. المنطقة المظللة المشتركة هي الربع الثاني، فإذا now the second quadrant of the xy plane، الربع الثاني بالمستوى xy. هنا عندك ال x أكبر من صفر فيتمثل نصف السبيس، بعدين y أكبر أو تساوي صفر هذا النصف راح تقسمه إلى قسمين حصلت على ربع، وال z أكبر أو تساوي صفر الربع راح تقسمه إلى قسمين فراح تحصل على الثمن، فهذا يمثل الثمن الأول بالسبيس. عندك هنا ال y تساوي أكبر أو تساوي سالب واحد، أصغر أو تساوي واحد، فعندك راح أرسمها يعني 2 dimension. عندك هذا هو ال x، عندك هذا هو ال y، والزد عمودي على الشاشة. فهنا قايل لك قيم y هي أكبر أو تساوي سالب واحد،
فاي هنا سالب واحد، وأصغر أو تساوي واحد، فقيم واي المحصورة بين هاي القيم في هذا المكان، طبعا ضمنها المستويين. بالنسبة إلى قيم x راح تمتد إلى موجب infinity وإلى minus infinity، وبالنسبة إلى z العمودي على الشاشة فراح تتكون أشبه ما يكون هو بلاطة. فهنا البلاطة هنا this lap هاي تمثل this lap between the planes وتساوي minus 1 and y equal to 1. planes included المستويات بضمن هاي البلاطة. ليش؟ لأن نعطيك يساوي. هاي هنا نعطيك y تساوي سالب 2 وz تساوي 2، فهذا مستوي وهذا مستوي آخر، فأكيد راح يتقاطعون في مستقيم. فهاي عبارة عن معادلة مستقيم. هنا the line in which the planes y تساوي minus 2 وz تساوي 2 intersect. alternatively بصورة يعني بديل the line المستقيم خلال النقطة صفر سالب 2 و2 المستقيم اللي مر خلال هاي النقطة ويوازي ال x axis. زين طلاب، بالنسبة إلى هذا المستقيم هنا هو قال لك هذا المستقيم يمر بهاي النقطة. عندي سؤال لكم هسه، المستقيم يقول يمر في هاي النقطة أشرتها ويقول هو يوازي الـ X axis. زين المستقيم هو مجموعة من النقاط، فهسه هاي هنا عندك نقطة من هاي النقاط، فشنو اللي راح يتغير؟ إحداثيات أي إحداث اللي راح يتغير عندك، وأي إحداثي هو اللي يكون باقي؟ استغرب الأكس يتغير. الأكس يتغير، شكرا جزيلا عقيل. فالأكس هي اللي تتغير، تأخذ جميع القيم الموجبة والسالبة، لكن عندك الواي والزد هي كونستانت ثابتة، هو معروف لك إياها كونستانت. نيجي إلى هذا المثال، راح اشرحها لكم بالتفصيل لما اخذناه بالمحاضرة السابقة. بالنسبة الى هذا المثال قال لك what points px y z satisfy the equations، قال لك ما هي النقاط x y z اللي تحقق هاي المعادلات. خلي نرجع ونقول يعني هذا مثال آخر طلاب، خلي ببالك أنه هذا مثال آخر هسه اللي راح أحكي عنه. X Y إذا قايل لك what points P X Y satisfy the equation، نعطيك هاي الإكويشن فقط X تربيع زائد Y تربيع تساوي 4. هاي المعادلة هي معادلة دائرة، معادلة دائرة. وبما أنه هنا هذا المثال قال لك x y، هذا المثال هنا ما لنا علاقة بالمثال بالهذا، جاي أحكي عن هذا المثال اللي حوطته بدائرة. بما انه قايل لك x y فهذا الحكي يخص البلين يعني بالتو دايمنشنز، يعني عندك x axis وعندك y axis. فهاي معادلة دائرة نصف القطر إله هو 2 لأن أنا R تربيع تساوي 4، فهاي تمثل معادلة دائرة.
إذا قايل لك، هسه نجي إلى مسألتنا، إذا قايل لك بي إكس واي ونضيف لها شنو؟ زد. يعني بالضبط نفسها. يعني المثال إذا قايل لك هذا المثال فقط، ما لنا علاقة بزد تساوي 3. طبعا على فكرة، على فكرة المثال بالبداية اللي حكيت عنه أنه هذا X وهذا Y وقلت هي دائرة، يعني إذا كان طالب عندك X Y بالبلين الزد شو تساوي؟ R الزد تساوي صفر. ممتاز عقيل. إذا نحكي عن البلين X Y فهذا يعني أنه الزد تساوي صفر. هسه نجي إلى مسألتنا. هاي المسألة مالتنا إذا طالب من عندنا النقاط P X Y Z ونعطيك المعادلة X تربيع زائد Y تربيع تساوي 4 وما حاكي أي شيء عن الزد، يعني نفرض أنه ما حاكي شيء عن الزد، فهاي تمثل بالضبط تمثل أسطوانة. مثل هاي المعادلة هي عبارة عن معادلة أسطوانة، وهاي الأسطوانة بهذا الشكل تكون، وتكون هاي الأسطوانة عمودية على الشاشة وتأخذ جميع قيم Z الموجبة والسالبة. إذا حدد لك قيمة Z، إذا حدد قيمة Z مثلا حدد Z قيمته تساوي صفر، فبهاي الحالة راح تكون عندك يعني فقط يعني نقاط اللي تنتمي إلى الأسطوانة وتنتمي إلى المستوي Z يساوي صفر، يعني تنتمي على بالX Y بلين، يعني بهاي الحالة هي فقط دائرة عندك. بهاي المسألة نعطيك Z تساوي 3 بدل ما Z تساوي صفر، فإذا راح تمثل لك جميع نقاط، انتبه علي، جميع نقاط تقاطع الأسطوانة مع البلين اللي هو Z تساوي 3. عندك هذا البلين اللي هو زد تساوي 3 وعندك أسطوانة، فنقاط التقاطع هاي الدائرة اللي هي باللون الأحمر. فإذا النقاط حل هذا السؤال هو الدائرة اللي هي X تربيع زائد Y تربيع تساوي 4 على البلين اللي هو Y تساوي 3. واضح طلاب؟ دكتور العفو، أنت جاي سجلنا هاي المحاضرة لو بعدك ما مسجلها؟ هاي المحاضرة أنا ما سجلتها، بس المشكلة شنو اللي صار، يعني مو أنت شعبتكم ولا شعبة الصبح، أمس المساء جيت سجلتها محاضرة، هاي سجلتها محاضرة كاملة، بس بسبب أنه أسجل وأنطي المحاضرة فالنت قام يقطع عدة طلاب، قامت توصلهم المحاضرة يعني متقطعة عند أغلب الطلاب، من أشيل التسجيل يعني توصل المحاضرة أوضح. ف يعني أنا محاضرة إن شاء الله راح أسجلها يعني بيني وبين نفسي وبعدين أدزها لكم. وأنا يعني قرأت يعني بالتعليقات أحد زملائكم قال أكو محاضرة سابقة يعني ما سجلتها وما دزيتها، اطلبوني هاي المحاضرة، فإن شاء الله أسجلها وأرسلها لكم. جاي تسجل يمك؟ تمام. هو طبعا أنا ما كنت أدري أنه، بس بعدين عرفت أنه أغلب الطلاب جاي يسجلون المحاضرات. تمام. هسه واضح هذا السؤال؟ أكو واحد عنده سؤال؟ نجي نعم أحمد. نعم. أقول يا ريت. أعيد. أقول يا ريت. أي نعم دكتور. إن شاء الله. هسه راح أعيد المثال بدون أنه أرجع إلى البلين. طالب من عندك إيجاد النقاط
what points P, X, Y, Z satisfy the equations X تربيع زائد Y تربيع تساوي 4. طبعا هنا X تربيع زائد Y تربيع تساوي 4 هاي هي معادلة يعني بحدها إذا أجي أشتغل على مستوى هي هنا جاي حددك X تربيع و Y تربيع تساوي 4 هاي هي تكافئ معادلة دائرة تكافئ معادلة دائرة بالـ X, Y بلين لكن بالـ Space X, Y, Z هي عبارة عن معادلة أسطوانة هاي الأسطوانة نصف القطر اللي هو 2 هاي الأسطوانة وراح تكون هذا مقطع بالأسطوانة والأسطوانة تكون عمودية على الشاشة هنا حددك ب Z تساوي 3 و Z تساوي 3 عبارة عن بلين هذا هو بلين فعندك هاي الأسطوانة اللي هي X تربيع زائد Y تربيع تساوي 4 طبعا هاي الأسطوانة ممتدة بهذا الاتجاه وممتدة كذلك بهذا الاتجاه إلى الأسفل يعني بالضبط هاي هي الأسطوانة عندك وممتدة بهذا الشكل وممتدة إلى موجب إنفينيتي وإلى ماينس إنفينيتي هاي الأسطوانة بس بعدين اجي اكو مستوي اللي هو هذا المستوي راح يقطع الأسطوانة هذا المستوي هو اللي زد تساوي 3 فنقاط التقاطع بين هذا المستوي بين هاي الأسطوانة راح يشكل لك دائرة طبعا لاحظ هنا هاي الدائرة هي X تربيع زائد Y تربيع تساوي 4 عندما Z تساوي 0 هاي الدائرة باللون الأزرق الدائرة باللون الأحمر هي X تربيع زائد Y تربيع تساوي 4 و Z تساوي 3 نجي إلى الموضوع اللي بعده الموضوع مهم في موضوع الفكتورز distance and spheres in space المسافات والكرات بالفضاء فخلي نجي بالبداية إلى الـ distance نبدي من البداية عندك هذا البداية أنت تعلمتوا هذا مستقيم الأعداد اللي هو X يعني بالبداية بالوان دايمينشن كان عندك فقط X وبعدين اتطورنا إلى الـ XY وبعدين اتطورنا هسه إلى الـ XYZ فإذا اجينا إلى الـ X البعد بين نقطتين على الـ X axis فعندك هاي نقطة إحداثياتها X1 وعندك هاي النقطة هو X 2 المسافة بين X1 و X2 شو تساوي لنا؟ طلاب المسافة بين X2 و X1 شو تساوي لنا؟ X2 ناقص X1 تمام حصلت على المسافة هاي أبسط أبسط شيء أبسط حالات المسافة distance بعدين اجينا أخذنا مسافات بالبلين بالمستوي فعندك هنا شنو هذا X وهذا Y وعندك هنا هاي النقطة الأولى هاي النقطة الأولى وعندك هاي النقطة الثانية
النقطة الأولى إلها شنو؟ على X axis إلها X1 Y1 إلها Y1. ممتاز. منو اللي حكى؟ العفو ما انتبهت. منو اللي؟ أحمد. أحمد ممتاز أحمد. وإلها شنو؟ X2 Y2. النقطة الثانية العفو إلها X2 وإلها Y اثنين. فإذا هاي المسافة من هذا المكان إلى هذا المكان شو يمثل؟ الجذر التربيعي التغير. يمثل لا يمثل x اثنين ناقص x واحد. x واحد. وهاي المسافة من هذا المكان إلى هذا المكان شو تمثل؟ واي اثنين ناقص واي واحد. واي اثنين ناقص واي واحد. انا اريد هاي المسافة. فمنين اجيب هاي المسافة؟ من فيثاغورس. من فيثاغورس هاي المسافة. فاذا عندك دي تربيع تساوي لك اكس اثنين ناقص اكس واحد تربيع زائد تربيع. وإذا أخذنا الجذر التربيع فديش راح يصير تحت الجذر x2 ناقص x1 تربيع. بالنسبة إلى 3 dimensions بنفس الأسلوب المسافة بين p1 و p2 الجذر التربيع x2 ناقص x1 تربيع زائد y2 ناقص y1 تربيع زائد z2 ناقص z1 تربيع الكل تحت الجذر. هاي بالنسبة إلى حالة السبيس. بس شلون صارت هاي؟ خلي نشوف شلون صارت. عندك المسافة بين A و P1. هاي A و P1 هاي المسافة. طبعاً ها وين وقعت؟ على بموازاة الـ X axis. فهي تمثل شنو؟ X2 ناقص X1. ليش؟ طبعا الواي واحد ناقص واي واحد راح يصير صفر، والزد واحد ناقص زد واحد راح يصير صفر، ففقط اكس اثنين ناقص اكس واحد. المسافة بين اي وبي ايش راح تمثل لك؟ احداثيات هاي النقطة ناقص هاي النقطة. فايش راح يصير عندك هنا بموازاة الواي اكسس؟ فعندك فقط واي اثنين ناقص واي واحد. ليش؟ لأن الأكس 2 ناقص الأكس 2 صفر، والزيت 1 ناقص زيت 1 صفر، ففقط راح يبقى عندك واي 2 ناقص واي 1. إذا أجيت أريد أحسب هاي المسافة، هاي المسافة شوف هذا مثلث قائم الزاوية في هاي المكان. فمن فيثاغورس راح أحصل على المسافة اللي هي بين بي 1 وبي. أنا أريد بين P1 و P2 عندنا هاي المسافة الشاقولية. إذا أجيبها P2 اللي هي بموازاة Z axis، فعندك فقط Z2 ناقص Z1. فإذا تشوف أنه لأن X2 ناقص X2 صفر، Y2 ناقص Y2 صفر، فقط عندك Z2 ناقص Z1. إذا هاي المسافة منين أحصل عليها؟ من فيثاغورس بين هاي المسافة وهاي المسافة، وبعد التعويض راح أحصل على هاي المعادلة. واضح طلاب؟ أكو واحد عنده سؤال؟ أنت المهم أنه تحفظ هذا القانون، يعني نقطتين إحداثيات نقطة. فهذا هو فيثاغورس، عبارة عن فيثاغورس بس بالأبعاد الثلاثة، بدل ما كان عندك فيثاغورس بالأبعاد الاثنين بالتو دايمينشنز، هنا أنا بالثري دايمينشنز. طبعا هذا الاشتقاق
يعني ما مطلوب من عندك، بس اللي مطلوب من عندك انه هذا القانون تحفظه وتطبق. كل واحد عنده سؤال طلاب؟ اذا ماكو سؤال راح انزل لكم رابط الحضور وتسجلون الحضور، وانا بالنسبه لي ما عندي شيء بعد هاي المحاضره، نكمل على المحاضره الجايه. دكتور بس اهم شيء تستعجل بالفيديوهات الله يخليك. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هذا الاسبوع انت تطلبوني محاضره اللي هي الامثله، محاضره مال الاسلوب اللغت، يعني مو اللغات يعني بعد ما مطالبين به، فقط عندكم الامثله يعني المحاضره الاخيره ما الامثله. والله رايت يا دكتور داخلين على مود من ندرس سوا ان شاء الله، ما مضبطين الماده كلش على مود ندرسها كلها